برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرتنا الأخيرة. بنفضل دايما قبل المباريات المهمة يبقى فيه دعم جماهير، أكيد في قناة النادي الأهلي اللي هي بيت كل الأهلوية، وهي دي الحقيقة، والجماهير قبل أي حد. لأن لما نتكلم زي ما الكابتن حمادة المصري من شوية قال كلام مهم جدا، قلت وأنا بقدم ضيوفي لازم أقول النادي الأهلي بدون جماهيره هيبقى زيه زي أي حد. طبعا، لأن لما نتكلم على العمود الفقري وجزء كبير من إنجازات النادي الأهلي، لولا دعم ومساندة الجماهير كان هيبقى زينا زي أي حد، دي حقيقة. عشان كده لازم ندي الجماهير حقها. وقبل وآخر حلقة لينا في الأسبوع وقبل المباراة كان مهم جدا يبقى معانا مجموعة من الجماهير. بنختار سواء من الجمعية العمومية يبقى موجود اللي بيروحوا الماتشات وناس ليها اسم في المدرج وكمان بيشجعوا وحبهم للنادي الأهلي ملهوش حدود، وكمان بيسافروا ورا الأهلي في كل مكان جوه مصر وبره مصر. أكيد في الاستوديو مش هقدر أجيب 60-70 مليون أهلاوي يحضروا معانا، ولكن بحاول على قد ما أقدر طول الوقت اللي يبقى موجود معانا جماهير تنقل صوتها، تتكلم عن ناديها، تتكلم عن حجم مباراة مهمة بحجم مباراة الترجي، كل ده نسمع آرائهم. خلوني أرحب بيهم من البداية. عم حسني، ودايما الأهلي علمنا نبتدي بالكبير. عم حسني مرة تانية أنت موجود معايا النهاردة، لأن دورك هيبقى مهم جدا في مباراة زي مباراة الترجي. الله يخليك، برحب بيك. احنا أسعد، وإن شاء الله نصر عظيم إن شاء الله للنادي الأهلي. إن شاء الله. عم حسني كمان عصام، أنا متذكرك كويس جدا أول ما شفتك ورا الأهلي في كل مكان، خصوصا مباراة رادس، لأن أنت جيت لنا الفندق بعد المباراة، ومتذكر واحنا بنحتفل بكأس أفريقيا. هنتكلم في كل ده، لكن خليني أرحب بيك في البداية. أهلا وسهلا بك يا كابتن شادي. إن شاء الله بإذن الله هنكسب بإذن الله. والنادي الأهلي ده بطل قارة، أنت بتتكلم في بطل قارة، ما بتتكلمش في نادي عادي. النادي الأهلي بطل قارة. الترجي جاي وعامل حسابه إن هو مش هيلاعب فريق مصري عادي أو فرقة بتلعب على بطولة، ده بطل قارة النادي الأهلي، وإن شاء الله هنكسب وعندنا ثقة في فريقنا إن شاء الله. تمام. عصام حسين برحب بيك، وعارف ان انت برضو مشجع اهلاوي وبتحب النادي الاهلي، ما بتسيبش الماتشات وبتكتب قصص وبتالف روايات عن النادي الاهلي، فبرحب بيك. انا اللي برحب بيك يا كابتن شاده. النادي الاهلي بيجري في دمنا. النادي الاهلي مش كيان يتخاف عليه. النادي الاهلي كيان يتخاف منه. مرعب. مش نادي اي حد يفتكر ان هو هيكسبه، ولا السوشيال ميديا الترجي تقيل الترجي خفيف. احنا الاهلي مفيش حد يقدر علينا باذن الله، وبنحترم الترجي طبعاً في نفس الوقت. طبعا اكيد طبعا. احنا اتربينا وتعلمنا ان احنا نحترم اي فرقه ايا كانت كبيره او صغيره، بس اتعلمنا اكتر ان احنا نثق في قدراتنا. كمان خليني ارحب باستاذ احمد مجدي. وجودك مهم جدا بالنسبه لي النهارده عشان نقطتين، عشان ده الميكس الاهلاوي اللي احنا بنتكلم عنه اللي دايما حاولوا يفرقوا ما بيننا، يصنفونا ده عضو جمعيه عموميه وده الراجل. انا شفته قد ايه في مباراه الجيش وانا موجود، وبيشجع وبيجري وبيهتف وكان وراك. اهلا بيك يا شادي. مهم جدا تبقى موجود معايا. انا عارف ان انت عضو جمعيه عموميه، لكن في نفس الوقت انا عارف انت انا جمهور قبل اي حاجه. انا قبل اي حاجه احنا جمهور من يعني احنا انا فرد من افراد النادي الاهلي في كل مكان احنا وراه، جوه مصر بره مصر في اي مكان انت بتلاقينا. لان يعني مش عارف اقول لك، انت قلت يعني حته هم بيحاولوا يفرقوا بيننا. طبعا يقول لك ده في جماهير، لا ده في ده عضو في النادي الاهلي، لا ده جمهور في النادي، ده جمهور النادي الاهلي. لا احنا كلنا واحد. قبل ما اكون انا عضو في النادي الاهلي، لا انا احد جماهير النادي الاهلي اللي هنبقى ورا النادي في اي مكان وفي اي وقت. لو النادي احتاجنا احنا موجودين في اي مكان، حتى لو هيلعب يعني. انت طبعا انت عارف احنا رحنا وراه في حتت كتير قوي يعني. طيب ده كلام محترم. وعم حسني قبل ما اتكلم بقى عن مباراه الترجي واهميتها والتوقيت بتاعها، حابب تقول حاجه وعن عظمه النادي الاهلي يا عم حسني؟ طبعا هو في نفس السياق اللي الشباب اتكلموا فيه، ان النادي الاهلي انا واحد من الناس كجمهور عادي بقول ان قوه النادي الاهلي بفضل الله يعني مش منبثقه من الخارج. قوه النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه.
هم دول صلب الموضوع. انا يمكن قلت في الحلقه اللي فاتت ان الكابتن صالح لما اتعرض عليه اتحاد الكوره قال لك انا بره النادي الاهلي اخسر، لان هو عارف ايه عدو الجمعيه العموميه. عدو الجمعيه العموميه لما بيجي يختار بيختار شغل، بيختار استقرار، بيختار ناس بتحب النادي الاهلي. اللي بيشتغل للنادي الاهلي بيشتغل سواء من جوه سواء من بره، بيتواجد في اي وقت. انت تقصد ترد على كلمه التفرقه ما بين عضو الجمعيه العموميه والجمهور والمدرج بقى العضو الجمعيه العموميه بالظبط. انا ما حسيتش في يوم من الايام ان انا ناقصني عضويه من خلال احتكاكي باعضاء الجمعيه العموميه. انت عضو يا عم حسن؟ لا لا، انا مشجع. انت بقالك كام سنه بتشجع النادي الاهلي؟ قلنا من سن 13 15 سنه عمر. فانا ما حسيتش في يوم من الايام ان انا بعيد عن اعضاء جمعيه عموميه. في جنينه ليك اصدقاء فيهم كتير؟ طبعا كتير جدا. ناس اهلاويه ومحترمين وفاهمين، وكلنا بنحب النادي الاهلي وكيان واحد. مفيش تفرقه ما بيننا. وما حسيتش في يوم من الايام بفضل يروح العلاقه اللي بينهم. يكتب على صدره انا عضو النادي، ولما يلبس تيشيرت الاهلي ويدخل المدرج وبيهتف بحب وانتماء للنادي الاهلي. اكيد بالظبط. فعلا النهارده حتى الواحد يعني سمع، يعني عجبني ليك مقوله كده في الحلقه اللي فاتت تقريبا قبلها، اللي هي الانتخابات مفيش كلام عن الانتخابات، مفيش اي كلام عن اي حاجه. احنا طول عمرنا كده. انا كنت في المدرج، كنا بندير مع جمهور الاهلي، كنا بنكمل مع مجلس الاداره. كنت انا وكنت ممكن مختلف مع الاداره الموجوده في الوقت ده، ولكن حب للنادي الاهلي اكتر من اختلاف مع اي حد. فبالتالي كنا بنبعد نفسنا عن اي حاجه. احنا مشجعين لينا دور، ندفع التذكره، نساهم في ارتقاء النادي الاهلي، ما نبخلش على النادي الاهلي بالتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، نرفع الروح المعنويه للعيبه اثناء التدريبات وبعد التدريبات، نتعايش مع اللعيبه لانه دول حياتنا وعمرنا، كيان واحد، نادي واحد. فبالتالي ما كانش بنساعد حتى لو انا ليا احترام وتقدير لحد معين وحب ان هو يخش او يكمل، ما كنتش مشجع. كنت مجموعه خلينا نقول اساميهم، عم حسين وحربي وسمير مصطفى وجزره ورفعت واشرف كوره وماهر الخولي وعمرو. عندنا الناس دول بعت لك سام من عندنا بالورق. عمرو العطار، يعني ناس كتير قوي. ناس بس احنا عشره عمر مع بعض سنين طويله كانت. يعني اللي ما يعرفوش بسيب الناس تتكلم، جيل ابو تريكه وبركات وكنا موجودين، لكن انا اقدم بست سنين بقى. انا حضرت بقى عم حسني المدرج بقى معاكم، وكنتوا دايما بتعزمونا وليكم مواقف محترمه مع اللعيبه كلها. اول ما جيت قلت لك تعالى شادي يا نجم النادي على طول، يعني انا حتى في كنترول كده بيننا وبينكم، لان فعلا احنا بحياتنا ما كانش فيه الانتقالات الداخليه دي. بصراحه انا ما كنتش حاببها ومش بحبها، رغم ان هي فيها فايده عاليه للعيبه، بس انا بحس ان انا بدي للعيب حياته عمري وبيبقى فرد من افراد اسرتي. فبالتالي لما بيصعب عليا قوي لاي سبب بقى، محاربه نجوم، لاي اضطهاد مدير فني، اضطهاد اداري، سوء امكانيات للعيب في الفتره دي، بيصعب عليا ان هو يمشي ويسيب النادي الاهلي، لان احنا كنا اتطبعنا بطبع واحد وعيشه واحده. فاللي انا بقوله، انا فرحان قوي بالجزئيه بتاعت حضرتك دي، ان الماتش اهم. الماتش اهم. ماتش الترجي دلوقتي بالنسبه لنا هو جمهور الاهلي كله، ده الناس كلها بتكلم ساكر الماتش، الحكايه الروايه، هنروح لازم هنعمل هنسوي. فالناس كلها ما تشغلش بالها مين فلان ومين هيجي ومين هيروح ومين هيقعد. يا عم حسني، احنا شاربين مبادئ الاهلي كويس قوي وحافظينها قوي، وما لناش مصلحه في اي حاجه. لما الاهلي يبقى كبير وفوق هنبقى اسعد ناس في الدنيا الكل، ولما يحصل حاجه للنادي الاهلي بنتكسف زي اللي بيلعب بالظبط. هتقول ايه الاهلي خسران؟ بنتكسف نطلع على الشاشه هقول ايه؟ ما الاهلي خسران وكان لا قدر الله اداء سيء في المباراه، هتقول ايه غير الحقيقه؟ الاهلي كان وحش، فبتبقى مكسوف. وده من وجهه نظري، مش عشان احنا بنقول الكلام ده، عند ناس اهلاويه في الحتت الشعبيه كتير. عصام، عند اي حد. انا عايز اسالك يا عصام، بتسافر ورا الاهلي تروح تونس تشجع في رادس والاهلي متعادل هنا، جالك منين اللي ممكن الاهلي يكسب والناس كلها كان عندها احباط قبل المباراه؟ بص يا كابتن شادي، احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا اتجمعنا على حب النادي الاهلي. تمام. المقصود اللي انا اقول احنا اتجمعنا على حب النادي الاهلي، حب كيان. عندي ثقه كبيره في فرقتي. الاهلي وصل لي من صغري، انا اول ماتش احضره في الاستاد
والدي الله يرحمه خدني ماتش اعتزال كابتن محمود الخطيب. تمام. فشفت اللي انا شفته من ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي، مش هقول مبادئ، في حاجات كتير اكبر من ان انا اتكلم فيها. النادي الاهلي عنده عظمه في لعيبته. احنا اي حد بيلبس التيشيرت الاحمر ده هو جاي، انت مش شرط ان انت لابس التيشيرت النادي الاهلي يعني جاي لعيب نادي الاهلي بس، انت جاي نادي بطولات، انت بتعمل لنفسك اسم. صح. تمام. فطبعا انا كان عندي ثقه كبيره جدا جدا بالنجوم اللي كانت موجوده ان احنا هنروح هناك وهنعمل نتيجه. تمام. وكنت مسافر. تمام. وعندي ثقه كبيره جدا. انت كنتوا حوالي 800 700 كده في الحدود دي؟ يعني كنا في الحدود دي. انا فاكر كنتوا قاعدين فين، اقول لك الدخله اللي عملها فريق الصفاقس، جمهور الصفاقس على اليمين، انتوا كنتوا على يمينهم فوق، قاعدين فوق خالص. بص يا كابتن، بالظبط كده. انا عايز اوضح لك على حاجه. النادي الاهلي بيعرف الفرقه الوحيده اللي تقدر، هي عارف اللي يعني، سواء معاك مدرب بقى كان ايام مانويل جوزيه، الفرقه الوحيده اللي بتعرف ازاي تمشي الماتش بالتكتيك اللي هي عايزاه. تمام. النادي الاهلي احسن فرقه تعرف تضغط على الخصم. النادي الاهلي احسن فرقه في مصر حاليا دلوقتي تمتلك في كل مركز اكتر من عنصر. فانا عندي ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي. ده اللي انا شفته من ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي، ده اللي انا شفته في الفرقه. فرقه منظمه دفاعيا هجوميا نص ملعب، كل واحد نازل. انا في حاجه عايز اقولها للعيبه النادي الاهلي حاليا، انت نازل تلعب سواء ماتش الترجي او اي ماتش، انت مسؤول عن 70 يعني فوق ال 70 مليون مشجع اهلاوي، وده كلام محترم. تتحمل مسؤوليه جمهورك. تمام. احنا بنساند اي حد بيحب النادي الاهلي. احنا كجمهور اهلي ما بنساندش اشخاص. النادي الاهلي اضاف للكل، اضاف فيه لعيبه كتير، اضاف لها، اضاف لي ناس كتير. فانا زي ما بقول لحضرتك، احنا عندنا ثقه في لعيبتنا باذن الله ان احنا ان شاء الله الماتش الجاي الترجي ده هنكسب. وزي ما قلت لحضرتك باذن الله، مع يعني زي ما حسين قال، الناس اللي بتتكلم كتير على السوشيال ميديا، لا هنتكلم هسالك في ده بعد شويه، عشان خلينا نتكلم في المباراه واهميه الاهلي، لان مش السوشيال ميديا يعني اللي هتحرك تخليني اخد قرار في برنامج او على مستوى الاداره او بتاع. لا انت حضرت ماتشات تقيله زي طبعًا. الترجي مع طبعًا. الاهلي و... طبعا. هو انا للاسف ما سافرتش بره مصر، انما ثلاث ارباع الماتش هنا جوه مصر حضرت. انا عايز اقول حاجه بس. اتفضل. احنا عاملين ازمه من غير ازمه. برافو عليك. احنا عاملين ازمه من غير ازمه. طب النهارده انا عايز نتكلم مثلا على الترجي. فرقه محترمه جدا. بس انت معاك فرقه بطوله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله احنا خدنا دوري وكاس، فاضل لنا افريقيا بالراحه بقى كده وبهدوء. طب تعالى نقيس تاريخنا مع الترجي. احنا قابلنا الترجي 14 مره ببساطه جدا. الترجي كسبنا 3 مرات، يوتما 1-0 وهناك في تونس. طيب واحنا كسبناهم 5 مرات، منهم 3 مرتين 3-0 و6 مرات تعادل. طيب مين اللي حقه يخاف من التاني؟ المره بتاعت انرامو دي الشهيره. الحكم اللي مين اللي حقه يخاف من التاني؟ مين اللي حقه يخاف من التاني؟ من فرقه عمرها ما كسبتك في ارضك؟ فرقه عمرها ما كسبتك في ارضك انت اللي تكون خايف منها؟ طب ازاي؟ طب انا عايز اكلمك بصراحه، مش هقول بقى سوشيال ميديا، ما دام واحد قال جمله هو يتحمل مسؤوليتها، لان الكلام ده انا شفته فعلا اللي بيقول. بتشوف ايه لما واحد يقول لك انا اهلاوي وحاطط لي صوره كابتن صالح سليم او صوره نجوم ابو تريكه او نجوم النادي الاهلي، ويجي يقول لك احنا الاهلي الترجي اقوى مننا؟ ما هو ده ما هو ده ازدواجيه. قول له نعم. ازدواجيه بمعنى صالح سليم طبعا، الكابتن صالح سليم اللي علمنا حاجات كتيره، اللي علمنا انا عن نفسي حاجات في شخصيتي. انا بعرف اتعامل بمبادئ الكابتن صالح سليم الله يرحمه. مستحيل كابتن صالح سليم هيقول لك ما تثقش في فرقتك. مستحيل. طب ما تيجي نتكلم في حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي واخد 8 بطولات افريقيا. 8 بطولات افريقيا. دلوقتي احنا بنقول 8 بطولات، بنعد دي كانت بتاعت صالح سليم، ودي كانت بتاعت حسن حمدي، ودي بتاعت محمود طاهر، ودي بتاعت الاهلي. بس احنا بنشجع يا جماعه الكيان. احنا عمرنا ما وقفنا عند اسم، ولا عمرنا ما وقفنا عند لاعب. لعيبه كتيره جدا اعتزلت، جدا كبار جدا اعتزلوا. والاهلي كمل.
وان شاء الله هيكمل إن شاء الله. لان ده الاهلي احنا احنا مع بعضينا. لو حد فينا يعني قال كلمه فيها تجاوز عن اللعيب الباقي يقول له لا مش وقته على اللعيب، واحنا بنتكلم في اوضه مقفوله مش وقته، بنتكلم في اوضه مقفوله مش وقته، احنا عايزين الاستقرار. الحمد لله شكرا لله في استقرار واضح جدا لكل يعني مغمي عينه مغمي عينه. بلاش اللعمة دي عشان خاطر ما يبقاش فيها تجاوز. انا اسف، احنا بنتكلم بالراحه بهدوء. احنا ناس الحمد لله وشكر لله. اخاف انا 8 بطولات افريقيا يا جماعه، نادي القرن الافريقي، اخاف من فريق كل الاحترام وكل الذوق وناس بتلعب كوره حديثه جدا لي، بس فريق عنده بطولتين افريقيا، فريق انت واخد من فرق تونس كلها احنا واخدين منها 6 بطولات، مين اللي خاف من التاني؟ مين العو؟ مين البعبع اللي الدنيا كلها شايفاه؟ فانا شايف ان هو بس يعني برضه بنقف عند حاجات مالهاش لازمه. يعني انا مثلا هاجي اتكلم النهارده الاهلي الترجي هيقابل الاهلي، والاهلي في ماتش صعب جدا، ولازم نتكلم ان الاهلي لازم نطلع من اسف يعني نطلع من الحاجه النظيفه والحاجه الحلوه والطريق المستقيم نطلع في عيوب. طب ليه؟ هو ماتش زيه زي اي ماتش، ماتش زيه زي اي ماتش. احنا قابلنا كتير، انيامبا رحنا كسبناه هناك 1-0، وكان انيامبا ده بعبع افريقيا. لا ما انت بقى بص، اصل انا موتني بقى في التاريخ. ما انا بقول لك، انا بقول لك يعني ماتش انيامبا ده قبل ما نروح قال لك الفريق 17 مباراه على ارضه ما خسرش، نروح البلد انت عارف الظروف الصعبه اللي بتمر بقى، مفيش ارض وانت ماشي في الطرق هناك عشان توصل صعبه جدا، انت في رعب، مفيش فندق، فيعني مفيش ابسط حاجه هناك، عيب اللي انا اقولها انت فاهم. وروحنا المباراه يقينا انت لازم تتعامل تهيئ نفسك على الاجواء، والاهلي بيكسب 1-0 ويكسر الحاجز اللي اتقلنا ليه؟ عشان خاطر في ثقه، متعب بالهدف مش متعب بس والله. هي احنا ما بنشجعش اسم واحد بس، احنا بنشجع فريق بحاله اللي على الدكه. احنا لما كان يجي اما حسني راجل يعني علمنا تشجيع، كان لما يجي يقول لنا في لعيب صغير طالع هو ده اللي تقعده صندوق اكتر من اكبر لعيب، كان يجي محمد سمير ده طبعا حضرتك فاكره كابتن محمد سمير كان لسه صغير، ونشجع احمد عبد المنعم، شجع موت ايديك تسقيف لاحمد عبد، طلع كل صوتك في احمد عبد المنعم عشان خاطر يعرف ياخد المسؤوليه. لازم اللعيبه نثق فيها. اللعيبه دلوقتي خلي بالك من حاجه، السوشيال ميديا اللعيبه بتشوف كل الكلام ده، متابعه، بتشوف غصب عن الدنيا بحق. لازم اصل هو خلاص التكنولوجيا قربت المواضيع قوي، ما بقاش زي الاول. لو التكنولوجيا انا هقول لك عشان مش عايز عشان ده لي سؤال ما دام انتم مصممين تتكلموا في السوشيال ميديا بعد شويه نتكلم فيها، لكن هرجع اقول لك انا مش معاك اللي هي قربت، هي بعدت ما بين الاخوات، بعدت ما بين النجوم والجماهير، بعدت بالناس كتير ليها مصالح مش شايفه غير مصالحها صدقني. لان انا بكلمك وانا زيكم بقى وعايز اقولها بقى وانا قاعد وسط الجماهير، يا جماعه انتوا عارفكم وقت طويل، واحد عاشق للنادي الاهلي لدرجه الجنون، بتكلمونا مصالح ايه وبتاع ايه ومصلحه مين والمين يا كابتن؟ هو معلش خليني اسمع احمد عشان عايز ارجع لك في موضوع. احمد عايز اسالك، ماتش مهم للنادي الاهلي امام الترجي، هتقدم الدعم والمسانده للعيبه طول المباراه ازاي؟ هتتكلم برضو في فكره تشكيل مين بيلعب ومين ما بيلعبش، ما تنزل فلان اللي احنا بنشوفه اليومين دول، مساندتك للجهاز الفني واللاعبين هتبقى ازاي؟ بص كابتن شادي، انا بروح التمارين بتاعه الفريق اللي طبعا جوه النادي عندنا في الاستاد في مختار التتش، فاحنا بنشوف كابتن حسام عامل شغل حلو ومعاه جهاز فني وجهاز اداري على اعلى 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 مستوى. عنده كابتن انيس شعلالي مدرب احمال بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يسترها مع الفريق، كل اشاد بيه مباراه المصر، الراجل يعني بسم الله ما شاء الله عامل شغل حلو قوي. عندك عمال شغالين بيحبوا النادي الاهلي قبل اي حاجه، هو بيشتغل ممكن يكون مرتباتهم على قدهم بس الناس دي بتحب النادي، انا مش عايز اتكلم في حاجه بس الناس دي بتحب الفريق قوي، ممكن تجري معاك يمين وتجري معاك شمال حبا في النادي ده. وانا قاعد كعضو في النادي الاهلي، انا لما بدخل الاستاد واتفرج على ماتش انا كده بقيت احد جماهير النادي، بنسى ان انا عضو في النادي، بنسى مشاكل النادي، ما ببصش ان في حاجه دلوقتي او حاجه على السوشيال ميديا، ان انت عارف انا برضو هرجع على السوشيال ميديا ان في مواقع صفرة كتير قوي. مصممين انتوا برضه. بص يا كابتن شادي قصدي حاجه خلاص انا هرجع، انا بقيت مجبر. لا انتوا كده كسبتوا، انا عايز ارجع بيك، انا عايز ارجع بيك للزمن. يعني انا لما بدات اشجع، انا كنت يعني حظي في الحياه حلو قوي ان بابايا كان اهلاوي وبيتي كله اهلاوي، فكنت بشجع الاهلي
بسبب ان البيت عندي اهلاوي والاهلي علمنا ان احنا نحلم وتحقق ازاي تحقق حلمك. الاهلي كان في الدقيقه 92 و93 وبنكسب والدقيقه 94 وبنكسب. يعني عندك اخر ماتش في الكونفدراليه في 2015 احنا كل سنه بنزود 3 دقايق لو تفتكر في 2015 جون عماد متعب كلنا قاعدين في الاستاد كلنا في الاستاد بلا ما فيش ولا واحد كلنا واقفين ماسكين يعني كلنا واقفين جنب بعض كده عارفين ان في حاجه هتحصل هتيجي الجون هيجي امتى ممكن يجي قبل ما الحكم يصفر فاحنا كلنا بنشجع الاهلي وبس طول ما احنا موجودين جوه الاستاد مين يلعب مين ما يلعبش يعني ما فيش واحد فينا طبعا زي حسام البدري ما فيش مدرب عايز يخسر في الدنيا كابتن حسام ادرى واحد باللعيبه اللي عنده عنده لعيبه بسم الله ما شاء الله من احسن لعيبه موجوده في مصر كلها بلا استثناء عندك مثلا في مباراه طلائع الجيش لو تفتكر اخر يعني هو نزل ممكن اتكلم في حاجه زي كده هو نزل كابتن ياسر ريان نزل احمد ابن الكابتن ياسر ريان احمد ياسر بدات الجماهير تقول تغلط مش جماهير دي مش جماهير النادي ان جماهير النادي اللي كان اللي سمعناها بعد كده حلو يا احمد العب يا احمد قعدنا نشجعه وده اللي بيقوله عم حسني وبيقوله حسين عشان بس وانا شفت الموقف ده انا انت بتتكلم بصوت انا قلت لك انا ما اتكلمش في حاجه ابدا غير يقينا شفتها والتاكيد